بعد يومين، ولماذا لا تذهبين في الغد أو الليلة؟ الليلة مستحيل، في الغد معقول، ولكن أرجو أن توافق الفتاة على زواجك منها. اطمئني يا أمي اطمئني، من هذه الناحية هي موافقة. موافقة؟ نعم موافقة. وما أدراك، هل رأيتها؟ طبعا رأيتها. يا لك من عفريت، وكيف استطعت أن تشاهدها؟ وكم مرة شاهدتها؟ مرارا يا أمي مرارا. من بعيد طبعا. من بعيد؟ بل وجها لوجه. وتحدثت إليها مباشرة؟ طبعا. وكيف عرفت رأيها إذن؟ ومتى عرفت رأيها؟ الآن يا أمي الآن، تحدثت إليها وحضرت إليك فورا. الآن؟ نعم. وأين تحدثت إليها؟ في الحديقة. في الحديقة؟ وما الذي أتى بها إلى الحديقة؟ غريب، لأنها تسكن هنا. تسكن هنا؟ من تقصد؟ رتيبة. رتيبة؟ من في الباب؟ رتيبة. رتيبة، ما بك يا بنت؟ أخيرا تحدث إلي، كشف لي عن مقنونات صدري. من هذا الذي تحدث إليك؟ عصام يا أمي، أخبرني أنه يريدني زوجة له. حقا، ومتى أخبرك بهذا؟ الآن وأنا قادمة من بيت عمي إلى هنا، قابلني في الحديقة وحدثته عن سر اختفاء الضرائب، وهممت بالمصير، فطلب مني البقاء وسألني إن كنت أقبل أن أكون زوجة له قبل أن يرسل أول خطوتي. قالها لك هكذا بكل صراحة؟ لا يا أم رتيبة، بعد تردد منه طبعا، لكني شجعته على الكلام وعلى البوح بما في نفسه دون أن يشعر. مبارك يا ابنتي، مبارك إن شاء الله. أتريد أن تتزوج من ابنتي معروف؟ أتريد أن تتزوج من ابنتي أم رتيبة؟ ما بها رتيبة؟ أليست ابنة عمي وأنا أولى الناس بها؟ تتزوج من فقيرة معدمة لا تملك شروى نقير؟ هل سأتزوج هي أم أتزوج مالها؟ يا عصام يا بني، ما المانع من أنك تجمع بين الاثنين معا؟ ماذا تعني يا أبي؟ أعني إذا كنت تريد أن تتزوج رتيبة لجمالها، فالتي اخترناها لك تملك المال والجمال. لكن من أي شيء تشكو رتيبة؟ ما رأيكما في أخلاقها؟ على أسوأ ما يكون، فهي كما يقول المثل فقر وكبرياء. بالعكس يا أمي بالعكس، إنها فتاة طيبة خلوقة. خلوقة ابنة أم رتيبة؟ خلوقة وهي التي تتمتم وتبرطم سرا كلما سمعت من الكلام ما لا يعجبها؟ أمك أدرى بأخلاقها منك. وأمها التي أتصدق عليها من حين لآخر بما تجود به نفسي من طعام وثياب، أتريد أن تتزوج ابنة من نتصدق عليهم؟ الفقر ليس عيبا يا أمي، فالله هو الغني وكلنا فقراء إلى الله. وأبوها الذي أبى أن ينقل حمل البضائع قبل أن يقبض أجرة الحمل الذي قبله، أتريد مني أن أناسبه؟ إنه يطالب بحقه يا أبي، أفي هذا التصرف ما يعيب؟ ثم إنه أخوك من لحمك ودمك،
ناسبته أم لم تناسبه؟ سأتبرأ منه، إنه ليس أخي، إنني غير معترف به. باختصار نحن غير موافقين على زواجك من رتيبة هذه. نعم غير موافقين. واخترنا لك عروسا غنية جميلة، ابنة تاجر كبير. لن أتزوج من غير رتيبة. ألا تعرف ابنة من أولا؟ ألا تعرف من هي؟ لا أريد أن أعرف شيئا. إنها سعاد. سعاد ابنة التاجر رداد. ورتيبة ما بها؟ نجوم السماء أقرب إليك منها. رتيبة لها ولن تكون زوجا لها. لقد تأخر أبوك على غير عادتي يا رتيبة، وأخشى أن يأتي عمك وزوج سمية وهو غير موجود. هل أكد لك عصام أنهم سيأتون الليلة؟ هكذا قال يا أمي. اللهم تمن بخير. اللهم عجل حضورك يا أبا رتيبة. لقد حضر، افتحي له الباب. حالا. أهلا أب. لماذا تأخرت يا معروف؟ أسعد الله مساءكما أولا. هو مساء، لم تخبرني لماذا تأخرت إلى هذا الوقت. في الحقيقة ما بك؟ أراك مرتبكا متلعثما على غير عادتك. أين كنت؟ كنت أمي، أهذا وقت؟ أنسيتي من سيحضر الليلة؟ حسنا، سنتحدث في هذا فيما بعد. ومن سيحضر هذه الليلة؟ أخوك حامد وزوجته. أخي حامد؟ ولماذا؟ زيارة يا أبي. زيارة؟ أرى أن زياراته قد كثرت في هذه الأيام، فعسى أن يكون خيرا. كل خير بإذن الله. هيا بدل ثيابك واستعد. أبدل ثيابي؟ نعم، وارتدي ثياب المناسبات. هيا بسرعة. ولكن لماذا؟ ستعرف فيما بعد، افعل ما أقوله لك وكفى يا معروف. لا، لن أفعل شيئا قبل أن أعلم ما الأمر. أخبريه يا أمي. سأخبره. أخوك حامد وزوجته سيأتيان الليلة لخطبة رتيبة. لخطبة رتيبة؟ ولمن؟ لابنهم عصام؟ طبعا، وهل عندهم غير عصام؟ ولكن كيف علمتما بالأمر؟ تحدث عصام إلى رتيبة اليوم بالأمر مستطلعا رأيه قبل أن يرسل أمه وأباه. وحامد، هل وافق على هذه الخطبة؟ طبعا وافق، وإلا لما تحدث عصام إلى رتيبة يسألها رأيه، فمن المؤكد أن أمه وأباه هما اللذان طلبا منه سؤاله قبل أن يأتيا لطلب يدها. إنني غير مقتنع، غير مقتنع. أنا أعرف حامد وأعرف طباعه، لا يمكن أن يخطب لابنه إلا فتاة ثرية، ابنة التاجر أو صائغ أو شيئا من هذا القبيل. أما ابنة حطاب مستحيل، حتى ولو كان هذا الحطاب أخاه. دعك من هذا الكلام وسترى بنفسك الآن. ما دمت واثقة فعلى بركة الله. واثقة؟ كل الوثوق. إذن هيئي لي شيئا من الطعام فأكاد أموت جوعا. هذا وقت الأكل والطعام والضيوف على الأبواب. على الأبواب؟ أخشى أن أبقى طاوياً طول الليل على بطني بانتظار الضيفان. ها لقد حضر، افتح الباب يا رتيب. حاضر. انتظر، سأفتح أنا ويدخلي سرسريح الشهر. وأنت ألا تريد أن تبدل ثيابك؟ أنا؟ إنهم يغيعني دائماً بهذه الثياب. كما تريد. حاضر حاضر، من بالباب؟ افتحي يا أم رتيبة. اهلا 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 بابي عصام وامي عصام. يا
لا اهلا ولا سهلا. معروف. اهلا اهلا حامد، تفضل. لا نريد ان نتفضل، بل عليكم ان تجمعوا حوائجكم وتتفضلوا انتم عن داري. خيرا ان شاء الله، ما الامر؟ الا تدري ما الامر؟ تسلط ابنتك رتيبة على ولدي عصام لتسلب قلبه وتخلب لبه وتوقعه في حبائلها ليتزوج منها، وتقول ما الامر؟ ما هذا الكلام؟ ابنتي لا توقع احدا في حبائلها كما تقولين. اذا لماذا لا يريد ابني عصام الا ابنتكم المصونة؟ وما ادراني، اساله هو. هل تظن اننا سنوافق على هذا الزواج؟ اجل، فتح عينيك جيدا يا معروف لترى اين نحن واين انت. ابني انا عصام ابن التاجر حامد يتزوج من ابنتي الحطاب، من خادمة في بيتي. لا داعي للتجريح يا ام عصام، فكل انسان ياخذ نصيبه. ابنتك لن تكون من نصيب ولدي ابدا، هل سمعت؟ سمعت. وحفاظا على ولدي وخوفا عليه من الفتنة، قررنا أن تتركوا هذا البيت حالا. أجل، قررنا أن تتركوا هذا البيت حالا. هيا هيا اجمعوا عفشكم، هيا. ولكن أين نذهب في هذا الليل؟ لا أدري، اذهبوا حيث تشاءون. أم عصام، أيهون عليك يا أم عصام أن ننام بالطرقات أثناء الليل دون ملجأ ونحن نساء مثلك؟ وماذا تريدين أن أفعل؟ ها، علي أن أحمي ابني من هذا الداء. أحميه كما تشائين، ولكن اصبر علينا حتى الصباح ونرحل. مستحيل أن نصبر. قررنا أن ترحلوا عن هذه الدار، يعني يجب أن ترحلوا هذه الليلة. لا بأس يا أبا عصام، فليرحلوا مع تباشير الصباح حتى لا يقال ليس في قلوبنا شفقة ولا رحمة. لا بأس أن ترحلوا مع خيوط هذا الفجر. هيا هيا يا سمية. هيا يا حامد. يريد أن يتزوج من ابنتي حطاب. يريد أن يتزوج من ابنتي أم رتيبة. هذه هي الخطبة التي حدثتماني عنها. يا لها من خطبة فذة، إنها خطبة مع الطرقات والتشرد. وأين سنذهب؟ لنا الله يا أم رتيبة ولن يضيعنا. هيا فلنبدأ بجمع حوائجنا. ابنتي، هوني عليك يا ابنتي. هوني عليك يا ابنتي، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ونام بالله يا أب، إنني لا أبكي على عدم موافقتهم على الزواج، ولكن أبكي لما حدث لكما بسببي، ولما سمعتما من قول جارح لا يمكن أن يصدر عن إنسان لإنسان، فكيف يصدر عن أخ لأخي؟ كيف؟ لا بأس يا ابنتي، لا بأس.
فكل ينفق مما عنده، وكل إناء ينضح بما فيه. هيا هيا اغسلي وجهك وابدأي بجمع حوائجك لنستعد للانطلاق مع الفجر. هيا يا رجيب افعلي ما أنفقه أبوك. وين سنذهب يا أبي؟ لا أدري يا ابنتي، ولكنني سأفكر أثناء جمع الحوائج، ولا بد أن الله سيهدينا سواء السبيل. مرحبا يا عصام. اهلا امي. مرحبا بك يا عصام. اهلا ابي. هذا خير ما فعلناه يا حامد. فعلا هذا خير ما فعلناه. ماذا فعلتما؟ حملنا الاحتياطات اللازمه لحمايتك من هؤلاء المحتالين. المحتالون حرام عليكما، ليس لهم ذنب. ما الذي فعلتموه؟ هذا ما لا لك دخل به. طبعا اسمعتموه اقبح الالفاظ واشنعها. بل اكثر من هذا يا عصام. اكثر من هذا؟ اجل، اقتلعنا الشر من جذوره. من جذوره؟ كيف؟ طردناهم من البيت. طردتموهم من البيت؟ وأين يذهبون؟ في 60 مصيبة. أرض الله واسعة يا عصام. وهل رحلوا؟ سيرحلون عند الفجر. لكن هذا ظلم، ظلم، حرام، حرام، حرام. عصام، ابق مكانك. إلى أين أنت ذاهب؟ سأذهب إليهم، أحاول أن أطيب خاطرهم وأمنعهم من الخروج. تعال هنا، تعال هنا. أبي، هذا عمل غير إنساني، تطرد أخاك لذنب لم يرتكب؟ أين سيجد مأوى له ولعائلته وأنت تعلم أن ما يكسبه لا يكاد يكفي قوته وقوت عياله؟ ليتعلم كيف يسلط ابنته لترمي شباكها حولك. إنها لم ترمي شباكها، بل أنا الذي تحرجت بها. وليتعلم كيف يطلب مني الأجرة مقدما. هذه أيضا ليست فكرته يا أبي، بل أنا الذي علمته هذا. نعم، ما شاء الله. اسمع يا عصام، ادخل إلى غرفتك، وإياك أن تخرج منها إلا عندما أطلب منك ذلك. أبي، قلت لك ادخل وإلا ضربتك ضربا مبرحا. هيا. هل انتهيتما من نقل الحوائج؟ نعم. إذن هيا بنا الآن. نعم. لا ننتظر الصباح يا أبي.
لا داعي لهذا يا ابنتي، فلن يغمض لي جفن وأنا في هذا البيت. وإلى أين سنذهب؟ إلى دار غلام عملاق، نقضي عنده عدة أيام ريثما ندبر أمرنا. كما تريد، ولكن ألا تريد أن تأكل شيئا؟ فأنت جائع كما أخبرتني. لقد تعشيت، تعشيت مهانة ومذلة تكفيني عدة أيام على ما أعتقد. أرجو المعذرة يا أبي، فأنا السبب، أنا السبب. لا عليك يا ابنتي، لا عليك. هيا بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله. ترى من الطارق في مثل هذا الليل؟ نعم نعم، من هناك؟ أنا معروف. ألعم معروف، ما الذي أتى به في مثل هذا الوقت؟ اللهم اجعله خيرا. أسعد الله مساءك يا عملاق. ومساءك يا عم معروف، خيرا إن شاء الله، تفضل. معي أم رتيبة ورتيبة، وقد جئنا نقضي عندك بضعة أيام. على الرحب والسعة، تفضل تفضل. ادخلي يا أم رتيبة. السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. هذا الباب. عم معروف، حياك الله أولا. خيرا إن شاء الله، ما الأمر؟ لقد طردنا يا عملاق. طردنا أخي حامد وزوجته. أخوك حامد وزوجته، ولكن ما السبب؟ إنها قصة طويلة، سأقصها عليك فيما بعد. عمي معروف، عمي معروف، امرأة عمي رتيبة.